صوت ناعم ودافئ، صوت اختار الجمع بين الكلمة واللحن الجميل. ثقافة موسيقية وخريجة المعهد العالي للفنون المسرحية. أمل عرفي. أمل عرفي معنا بالسهرة الليلة ورح تسمعنا موشح من ألحان والدها الفنان الكبير سهيل عرفي. نترككم مع الفنانة أمل عرفي وأغنيتها الأولى. غيراني منك يا غير، على طول بضل مسافر، تطوي بحور تمشي وديان مثل البحر الأبيض صاير من غير جناحات، تكون فيك الأول مثل الآخر، سهل وبحر وتل ونهر، تطلع شمس وبينبت زهر، نحصد قمح وبيخلص دهر، ولساتك بتضل مسافر. غيراني منك يا غير، على طول بتضل مسافر. يسلم مهتم وان شاء الله تكون ايامك كلها قمح وزهر وورد مثل ما قلتي. اهلا وسهلا فيكي على شاشة راديو وتلفزيون العرب. بنت الملحن الكبير الاستاذ سهيل عرفة يلي لحن لست صباح، يلي لحن كمان الاستاذ وديع الصافي للفنانة شادية ولصباح فخري كمان. حضرتك موجودة معنا وخريجة المعهد العالي للفنون المسرحية والتمثيلية، أمل عرفة أهلا وسهلا فيكي. أول شيء بدي أسألك، الأغنية اللي غنيتي لنا إياها هي من كلمات وألحان مين؟ الأغنية اللي غنيتها هي من ألحان ملحن شاب اسمه طارق الناصر من الأردن، وهي أيضا من توزيعه كمان. الكلمات حاولت أنا أكتبهم وضبطوا معي. كتبتيهم انت؟ استوحيتيهم من شيء ولا هيك طلعوا معك؟ يعني كان في قصه من وراها؟ هو انا بحب اكتب خواطر، فمره عم بكتب خاطره هيك فطلعت معي فكره انه الواحد يغار من الغيم. تخيلي انه اكثر شيء بالحياه ممكن تقابليه هو حر، هو الغيم، لان فعلا اذا بتطلعي فيه ما له حدود وما له اول وما له اخر. وشفناك اول كنت كثير مندمجه بالغنيه مع انه ما كان في موسيقى، بترتاحي اكثر بلم اكيد مع موسيقى بترتاحي اكثر، بس كنت عم تعطي كانه في فرقه موسيقيه وراكي. ما فكرت بهذا الموضوع، بس بالحالتين سواء في فرقه ولا ما في فرقه يعني. بعرفت شغله طريفه عنك انه بتحبي لقب مغنيه على لقب مطربه، ليه؟ يعني بحس انه لقب مطربه شوي بيحدد، بمعنى انه بيخلي يعني اذا بده ينقال مطربه امل عرفه فهو بده يحدد اللون اللي انا بغنيه واللي هو تحديدا الطرب. فانا بفضل انه اكون مغنيه اكثر، تحديدا اني بحاول دائما اني اعرف امكانيات صوتي، وبجوز الله واهبني صوت من هذا الحد لهذا الحد، فانا من هذا يعني بين هذا الحد وهذا الحد لازم بجوز اعطي شيء حلو، وبحاول اعطي شيء حلو من غير ما اتجاوز. فلقب مطربه بحسه شوي واسع علي، فخليني بالمغنيه. في لقب كمان ممثله. انا ممثله يعني. وبتمارسي التمثيل يعني بشكل يعني عندك على طول حلقات وعلى طول مسلسلات، طيب كيف عم تقدر توفقي بين اثنين؟ يعني هو فعلا هذا الشيء اللي ذكرتيه كثير عم عاني منه، لان مثل الواحد حامل بطيختين بايد واحده فكثير صعب علي، وتحديدا صعب لاني انا بحب الشغلتين سوا، يعني بحب اغني وبحب امثل كثير. طيب وين بتوجدي نفسك اكثر، بالتمثيل ولا بالغنى؟ ما عم بوجد حالي منه من لحد هلا، لان هذا السؤال كثير صعب. ويعني مثلا انا لما بمشي بالطريق في ناس بيقولوا انه هي الممثله، في ناس بيقولوا هي اللي بتغني، في ناس بيقولوا امل، فخليني على امل. اي بتنبسطي اكثر؟ ما بعرف، على امل اكثر. اهلا وسهلا بامل عرفه، شو بتحبي تقولي لنا بخصوص هالليله المجيده؟ طبعا بحب اقول كل عام وانتم بخير. انت بخير. وان شاء الله ينعاد علينا جميعا بخير. بس في نقطة أنا كمان بدي أذكرها بحيث
بتخص التمثيل والغناء سوا. يعني هو أول ما دخلت المعهد العالي للفنون المسرحية كان في شيء بذهني حابة إني أعمله، لازلت حابة إني أعمله، بس بانتظار فرصة ظريفة، نص وكادر فني ظريف، اللي هي مسألة الاستعراض. كيف يكون الاستعراض مدروس، كيف يكون عنده خصوصية عربية، كيف ينعمل ما بعرف تماما، بس يمكن إذا قدرت أعمل هيك شيء بكون قدرت أوفق لحد معقول كتير بين الغناء وبين التمثيل. طيب كيف وفقتي مع تجربتك مع الفنانة جوليا بطرس والفنانة سوسن الحمامي؟ كان لك تجربة غنائية معهم بعدة أغاني بتونس. كان لا بليبيا، انطلقنا من ليبيا على يد الشاعر الأستاذ علي الكيلاني. لأن هي لا قصة هي. أول أغنية انشهرت فيها بسوريا وبالوطن العربي هي صباح الخير يا وطنا، من كلمات الشاعر اليمني الأستاذ عباس الديلمي وألحان بابا سهيل عرفي. فكان إنه هي الأغنية شافوها ناس بليبيا اللي هو الأستاذ علي الكيلاني، فحب إنه يكرر هاي التجربة ويعملها. فدعاني أنا والأستاذ فهد يقان اللي هو مطرب غنى صباح الخير معي، وكان إنه عملنا مجموعة ثنائيات نجحت كتير ولقيت صدى طيب كتير هناك بالمغرب العربي. وكان إنه صار في فكرة إنشاء ثلاثي عربي من ثلاث بنات اللي هن من سوريا أنا، ومن لبنان جوليا بطرس، ومن تونس سوسن الحمامي. وقدمنا مجموعة ثلاثيات كتير نجحت وكتير حبوها الناس. يعني فكرة عيدية إن شاء الله، ليش لا؟ إذا دائما بيلتقى النص الجيد أنا مالي ضد أبدا. طيب لليلة شو محضرتي لنا؟ لليلة في أغنيتين، واحدة منهم خلصت الحكي، كلمات الأستاذ الشاعر عيسى أيوب، ألحان سهيل عرفة، وفي كمان موشح بعنوان زارني، كلمات عمر حلبي. ورح تتفاجئي إذا بقلك إنه عمر هذا الموشح بيرجع لأكثر من 27 سنة. من زمان أنا وصغيرة كنت أسمعه بصوت الفنانة الكبيرة نجاح سلام، وما بعرف ليش كنت كتير أحب إنه أطرح فكرة إعادته على بابا، فكان إنه اقتناع وسمحي لي بهالفرصة انتهز وجودي على شاشتكم وأقدم تحيتي للفنانة الكبيرة نجاح سلام. أهلا وسهلا فيك. شكرا لك. Thank you.
بالهوى وبتقلي رح تنقلي